قد لا يكون مفاجئاً ما سنقوله لكثرة المفاجآت في لبنان. إليكم التالي: لحوم الأبقار التي تذبح في لبنان ليلاً وتبتعونها صباحاً مشربة بالمياه والصدأ. وللأمانة بدأ ذلك مع قدوم الشتاء والعواصف المتوافدة إلى لبنان. مسلخ الكارانتين الذي يوزع اللحوم على مناطق لبنانية عدة مهدد بالانهيار والتوقف عن العمل، فكلما أمطرت السماء غرق بالمياه وازداد الصدأ، ويضطر العمال إلى الذبح في ظروف غير صحية وتحت المطر المتساقط عليهم وعلى البقر المذبوح. نحن المسلخ وقت اللي تعمر وابتدى مع أساس أنه مؤقت ويعملون مسلخ أو إعادة هاي المسلخ القديم أو بناء مسلخ جديد. وقت اللي وصل المسلخ هلأ للحالة المزرية من قبل 3 سنين وعم بنراجع عم راجع عم راجع، المي عم تنزل على الشغيلة وعلى العمال وعلى التجار وعلى المستهلكين من 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 فوق من 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 السقف. الألمنيوم اهترى، أعمدة الحديد، سورة الحديد كمان صار فيها صدي وهريان ومثل ما بقول نخرة الصدي. يعني صفى المسلخ مش آمن بتجهيزاته. يؤكد أمين سر اتحاد القصابين سابقا أن المطلب لم يلقى أذانا صاغية لأسباب طائفية، على الرغم من تأييد محافظ بيروت بالتكليف نصيف قلوش ورئيس بلدية بيروت بلال حمد له ورغبتهما في تحسين أوضاع المسلخ. وفد من تجار المسلخ طلعنا قبلنا الرئيس البلدية، ورئيس بالحرف الواحد بيقول بعد الأعضاء البلدية مش قبلانين. مين إن اللي مش قبلانين؟ قول يا رئيس البلدية. قال يا خيب العربي المشبرح بعض المسيحيين من القبلانين. اتصلنا برئيس بلدية بيروت حمد للوقوف على حقيقة ما يجري، غير أنه رفض إجراء مقابلة لأنه في عطلته الأسبوعية، واكتفى بالتوضيح لنا عبر الهاتف. ما بدي حتى بالإطار الطائفي، خلينا حتى بالإطار الخلاف أنه منطقة الكارانتينا هل هي منطقة نحن عم نشتغل عليها لإجراء تخطيط عمراني لكل المنطقة. المفيدة بالمنطقة لبنى أنه عم بيصير فيها سكلين وعم بيصير فيها المسلخ وعم بيصير فيها الأمور. في ناس عندها وجهة نظر أخرى أنه هذه المنطقة لازم تتحسن وتصير واجهة بيروت الشمالية. طيب ما الحل يعني هلأ؟ إذا ما اتفقنا على مكان جديد لمسلخ حديث أكيد حنقوم بإجراء جذري لترميم المسلخ المؤقت القائم حاليا. أي متى؟ يعني لا نوصل لهالاستنتاج إن شاء الله. يعني قد يكون انتهى فصل الشتاء ما هيك؟ يا ستي إن شاء الله نأمل خيرا. لا نية في تحسين المسلخ على الأقل في الوقت الحاضر، والمؤكد أنه كلما أمطرت بغزارة طاف المسلخ بالدم ولحم البقر.